أصدقائي الأعزاء، نعمة الماء ربيع الحياة وغذاء النبات وشراب الكائنات الحية. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما أحسن منظرها وهي تتدفق وتجري، لأن في تدفقها متعة للناظر وصورة للمشاعر. فعندما تجري تمتلئ الوديان وترتوي الحقول، فينبت الزرع وتورق الأشجار وتزهو الزهور. ولكن ماذا لو شحت المياه وتوقفت عن التدفق والجريان؟ فلا شك أن الحقول ستذبل، والغزلان والطيور ستظمأ، وسيجد الناس صعوبة بالغة في العيش. فحذاري حذاري أصدقائي من الإسراف في استخدام المياه. أعزائي المشاهدين، هل سمعتم بالمعرض النسائي لترشيد استهلاك المياه؟ ذلك المعرض الذي يعلمنا كيفية المحافظة على المياه. وهي كاميرا هنا الرياض زارت المعرض ووجدت بعض أخواتنا الصغيرات هنالك يتعلمن آليات ترشيد المياه. أعزائي المشاهدين، يدا بيد نضع للهدر الحد، هذا هو شعار حملة التوعية والترشيد الوطنية. انظروا إلى هذه اللوحات الإرشادية المعبرة، نعم فعلا إنها توفر الكثير الكثير من الماء. انظروا إلى العدادات، انظروا إلى الفرق بين حنفية فيها جهاز ترشيد وأخرى ليس فيها جهاز ترشيد. اسمعوا اسمعوا إلى شرح الأستاذ. طيب احنا الآن قدام زي ما انتم شايفين حنفية المطبخ. حنفية المطبخ مع أداة الترشيد والناظر للجهة هذه، حنفية المطبخ بدون أداة الترشيد. راح نسوي اختبار الآن نشوف الفرق بين الحنفية باستخدام أداة الترشيد والعكس بدون أداة الترشيد. معاي انتم كلكم الآن، ناظر كيف الطريقة. بسم الله. شوف الجهة هذه الحنفية، هذه باستخدام أداة الترشيد. ناظر كيف تدفق الماء أقل من الحنفية الأخرى، الحنفية المطبخ بدون مرشد. فهنا يتضح الفرق. يعني لو ناظر الشاشة هذه اللي فوق أيضا تشوف عدد اللترات، تشوفون اللترات هذه اللي فوق، ناظروا فوق هذه، أيوة هذه بالمرشد أقل تدفق من بدون ترشيد. طيب وننتقل الآن إلى حنفية المغسلة لكي نكتشف الفرق أيضا بين المغسلة بأداة الترشيد والمغسلة بدون أداة الترشيد. راح نسوي التجربة أيضا ونشوف من خلالها تدفق الماء بشكل أقوى بدون استخدام أداة الترشيد، ويكون تدفق الماء بشكل أقل عند استخدام أداة الترشيد. راح تناظرون التجربة. ناظروا هذه الحنفية على اليمين تدفقها أقل بسبب استخدام أداة الترشيد، وأيضا هذه بالعكس يكون تدفقها أقوى لعدم استخدام أداة الترشيد. وأيضا لو تناظرون عدد اللترات في نفس الوقت يكون بأداة الترشيد أقل، وبدون استخدام الأداة تدفق أقوى وإسراف أكثر للماء. أيضا ناظروا القزازة اللي تحت هذه، معي كلكم ناظروا القزازة هذه، شوف كيف بدون أداة الترشيد يكون تعبي في نفس الوقت اللي يتعبى فيه باستخدام الأداة الترشيد بشكل أكثر بدون استخدام الأداة. اللقطة الأخيرة نلاحظ فيها استخدام دش الاستحمام المرشد والغير مرشد. راح تشوفون التجربة الآن إذا شغلنا الجهاز، وتشوفون كيف تدفق الماء في دش الاستحمام المرشد والغير مرشد. ناظروا هذه التجربة، ناظروا الدش الاستحمام في الجهة اليمنى مع استخدام المرشد، تلاحظون تدفق الماء أقل من الجهة اليسرى اللي هو دش الاستحمام بدون مرشد. شايفين الفرق شلون؟ أعزائي، إذا كنتم تريدون مزيدا من المعلومات اتصلوا على 812-48-555. حقا أصدقائي إن الهجر مخيف، مخيف جدا، وعمل لا يرضاه عاقل، ونتيجته ندم وخسران. فهل ستساعدون على عدم الهدر؟ أرجو ذلك. وفقكم الله.